نحسم القول مع ابن العم الاخطبوط. الاخطبوط اي نعم ممكن مش منتشر كتير زي الجمبري زي السبيط زي الكاليماري، يعتبر هو طبعا من فصيلة الرخويات زيه زي السبيط والكاليماري، ولكن طريقة الأكل بتاعته عزيزة شوية، يمكن عشان شكله مخيف شوية مع الأطفال أو مع اللي مش غاوي الاخطبوط. الاخطبوط ده طبعا احنا عارفينه من اللي هو اللافقريات وكمان الرخويات، قيمته الغذائية عالية جدا، بيتشال الحبر بتاعه من الراس بتاعته. على فكرة الحبر ده التايلانديين بيستخدموه في عمل المكرونة في عمل الصوصات، يعني الحبر بتاع الاخطبوط موسوعة من القيمة الغذائية. كمان الاخطبوط غني جدا بالنحاس والزنك، يعني مصدر غني جدا للمعادن، يعني للسعادة الزوجية، هرمون التستيرون اللي احنا عارفينه كلنا بيدي سعادة زوجية. مفيد، طريقته في العبايل سهلة جدا على فكرة، ما بيخضش ولا حاجة. انا هعمله لحضراتكم النهاردة بطريقة الخاصة اللي هتعجب حضراتكم. هاخد الاخطبوط ده كده، واول حاجة نشوف المقادير على الشاشة علشان نشوف هنشتغل مع بعض ازاي. معانا حلة على النار، كأنك بتجهزي لجوزين حمام هتسلقيهم، فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم والكرات، كل ده في الميه بيغلي. موضوع سهل وبسيط اهو، حله على النار فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم، وعندك شويه حبهان حلوين مفيش مشكله، مع شويه كمون بالشكل ده كده اهو. انا حاطط عود روزماري هنا، عود ريحان اخضر زي الفل، واسيب الميه دي تغلي، لونها هيتغير بالتاكيد اهو، هيدي على اللون الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده. انا مش بس ببعد عن اي مكسبات طعم، خلي الطعم يطلع من بين اصابع ايدينا العشر. حلو الكلام لغايه كده؟ ببدا احط البهارات بتاعتنا في الميه دي كده، شويه الملح الحلوين، لان الخطوه دي مهمه جدا، بتخلصنا من اي زفاره، لان الاخطبوط احنا بنجيبه من عند الراجل السماك مش عارفين ظروفه ايه، شايله ازاي، نسبه التبريد بتاعته، الحاجات دي كلها، فلازم تأمني على الموضوع ويتسلق كويس مع بوكيه جرنيه غني بالتوابل زي الملح والفلفل والبابريكا. حلو الكلام اهو زي الفل. دي الميه هنا جاهزه، باخد الاخطبوط بتاعنا ابن العم وناخده كده زي ما هو يا عم الشيف، ونسقطه في قلب الميه اهو بالشكل ده كده اهو زي ما هو. بتشيلي الحبر اللي موجود في الراس وبنسقطه في قلب الماء. اول ما بينزل المية شخصيته بتبان على طول، اللي في قلبه بيبان، لان اسف اللي في التلات قلوب اللي جواه بيبان، لان الراجل ده عنده تلات قلوب اهو. شفت لونه اتغير ازاي؟ اهو اهو المية السخنة او المية اللي بتغلي عدوته هي اللي بتخليه كش ملك على طول، اه بنخليه ياخد غلوة كده اهو اهو. شفت خد الشكل ده ازاي؟ اهو طبعا له تسع قلوب، تلات قلوب مع تسع عقول، فكل قلب بيحتاج لتلات عقول يشغلوه. حلو الكلام اهو، الابحاث العلميه بتقول كده، احنا ما كناش سالناه. حلو الكلام، كل ده مبني على الابحاث العلميه. الاخطبوط معايا بسيبه في الميه كده بيغلي، ياخد غلوه بالشكل ده كده. حلو الكلام كده، مرحله سهله، حله فيها ميه فيها بوكيه جرنيه من الخضار، كرفس جزر بصل كرات ثوم، بهاراتك ملح وفلفل، بس سهله جدا. انا خليكي تشتريه من حله السمك وتعمليه في البيت. معانا تشكيله من الخضار بتقطع منها، والباقي هنقطعه مع بعض، لان مهم جدا نشوف هنقطع الخضار ازاي بتاع الاخطبوط بالشكل ده كده. فلفل احمر او الفلفل الملون، بيبقى معانا فرصه، معانا طاجن فيه خضار فيه اخطبوط. نفس الطريقه ممكن تستعمليها مع السبيط، نفس الطريقه ممكن تستعمليها مع الكاليماريا، كل الرخويات بتحب الخضار على فكره، بس طريقه السوى لازم بنفس الطريقه اللي انا بقول عليها. حد بيسالني من الكنترول دلوقتي، شيف مغازي، لازم ان احنا نسلقه في ميه؟ انا سلقته في ميه اتخلص من بعض الحاجات اللي ممكن تبقى فيها زفاره شويه، ولكن انت ممكن مش لازم تسلقيه في ميه، ممكن تحطيه في طاسه سخنه شديده الحراره وتتعاملي معاه عادي، خاصه لو كان صغير شويه في الحجم غير الكبير اللي معايا ده كده. الكبير اللي معايا ده هيبقى لحمه وقاسي شويه، فانا سلقته شويه. بقطع الفلفل بالشكل ده كده، يتشال منه البذر، ويا سلام لو تقدميه طبعا على السفره بتاعتك كده يبقى سخن طبعا، لان الاخطبوط يفضل اكله بارد طبعا لو هنقدم معاه خضار. عايزه تعمليه سلطه بتقطعيه رفيع جدا، كيوبس صغير كده او مكعبات صغيره، وتقدميه مع خس مع مستارده مع زيت زيتون، سلطه خضر عادي خالص، وبتضيفيها على الوش كده تبقى لطيفه وحلوه. ده الخضار بتاعنا. معانا الطاسه اللي هنشوي فيها على النار بالشكل ده كده اهو. حلو،
بنحط في الطاسه دي يا عم الشيف معلقتين زيت ومعلقه زبده صغيره. حلو، طاسه سخنه. ايه الاخبار درجه الحراره؟ نعلي درجه الحراره شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. هو هنا طبعا عايز اجيب الاخراج الجميل واساتذه المصورين حبايبي، نجيب الاخطبوط بعد ما نزل الميه، ميه مغليه كده. دي مش عايز تولع دي. حلو، يلا تقوم بالسلامه. حلو الكلام. انا بس عايز انزله على طاسه شديده الحراره. نبص عليه كده، ايه الاخبار؟ الاخطبوط بانت شخصيته. ايه الجمال ده؟ شكله يخوف يعني، مع اللي هيفهمه هيقدر ان هو يمشيه ويعرف ان طعمه حلو وقيمته الغذائيه عاليه. الصوره الحلوه مع الاخطبوط ابن العم تتحدث عن نفسها. هاخده زي ما هو كده يا عم الشيف. حلو الكلام. وفي قلب الطاسه شايفين الخضار ده كده ينزل كده مع الاخطبوط بالشكل ده كده. كرات. الموضوع سهل يا شيف. طب هنقدمه سليم كده؟ اصبر على رزقك شويه. الخضار ده ينزل كده اهو. هو ده اهو بالشكل ده كده. حلو. انا بحب الخضار بتاعه لان ده هينزل فليفر وصوص لطيف حلو كده زي ما هو كده يا عم الشيف. ونعمل التوابل بتاعتنا مع بعض زي ما هو عم. انا بسهل عليك الموضوع الصعب. الاخطبوط تعالى ناكله بره يا حبيبي، ده انا ما اعرفش اعمله في البيت، ده ممكن ينط مني على البوتاجاز يعمل مشاكل. لا، هو مجرد ما تحطيه في ميه مغليه كش ملك زي ما بيقولوا. البهارات بتاعتنا شويه فلفل حلوين كده، شويه زعتر، عصره ليمون يا عم الشيف. حلو، الملح والفلفل يا عم الشيف. ممكن تحط شويه كاري حلوين. طبعا هو في النار هنا بنستفيد من الوقت بتاعنا بيستوي. وهنحط التوابل دي كلها على الخضار مع الاخطبوط بالشكل ده كده. ونقلب دول كده مع بعض. لطيف قوي اهو، شايف الجو ده كده. باخد شويه ميه مغليين من الميه بتاعتنا البوكيه جارني اهو. موضوع بسيط وسهل. على فين؟ على فين؟ الاخطبوط اخباره ايه؟ على الخضار بينزل بيه كده. يلا. وفي قلب الفرن وبندخله. ده الموضوع سهل يا شيف، ده انا فاكره الموضوع صعب خالص. طبعا لنا دور معاه تاني بعد ما يطلع من الفرن. درجة حرارة الفرن عندي 180. بدخله الفرن كده بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. يلا هو ده اهو. جيب لي الاخطبوط وهو في الفرن يا غالي حبيب قلبي. الاخطبوط مع تشكيله من الخضار بعد سلقه جيدا في بوكيه جارنيه من الخضار، الكرفس والكرات والبصل والثوم. عرفنا ازاي الاخطبوط بيتعمل بطريقه سهله؟ اصبح ان احنا لما نلاقيه في حلقه السمك فرصه جوزك لا وصيه قول له يا حبيب قلبي ادي لك مفاجاه بقى تساوي 1,000,000 جنيه. ايه يا حبيبتي؟ لما تلاقي الاخطبوط الصغير او الكبير هاته. انا شفت الشيف المغازي على القناه الاولى بيعمله ازاي، ده اسهل من عمايل اي نوع سمك. حلو الكلام، مفيش زفاره ولا اي حاجه.